صارت لمسة وفاة، سهرة لتكريم رجال، لتكريم رموز النجم الساحلي، من لاعبين، من مسؤولين، من مدربين، من أحباء. هذه لفتة كريمة إن شاء الله تكون كما في الفوت، باش نعملوا عرف روح الكل بحول الله. نحبوا الهدف منها هو لم شمل جمعيتنا، لم شمل العائلة الموسعة للنجم الساحلي في إطار الجمعية، جمعية الشبكة العالمية لأحباء النجم الساحلي. شبكة تأسست في 1 نوفمبر 2014 لتأشيرتها في 17 فيفري 2015. جمعية أهدافها أهداف سامية لتعطيل الأحباء، ربط سير تقارب وتعارف بين الجمعيات وعلى الصعيد الوطني والصعيد الدولي. حتى كي يبدا فما نقد يكون نقد بناء، نوخو مع جمعيتنا، نبعدوا على الأمور الضيقة وكل سبين واحد. جمعيتنا راهي عائلة كبيرة، جمعيتنا راهي أخلاق، مدرسة أخلاقية وتربوية من عام 1925. جمعيتنا خرجت رجال، خرجت إطارات، خرجت مهندسين، أطباء، بردو في كل شيء. ولهذا الصرح هذايا يتلم فيه العائله الموسعه النجم الساحلي. هذا اليوم فرحتي كبيره كي نلقى الرؤساء مع بعضهم، فرحتي كبيره كي نلقى الاجيال موجوده، كل الناس اللي خدمت، الناس اللي تعبت. هذا دور الجمعيات، وهذا ان شاء الله نكونوا الناس كل ليد في ليد لمصلحه الصرح الكبير النجم الساحلي. وشعارنا هو الجميع للنجم والنجم للجميع، يعني بكنا نخدموا للاتوال، والاتوال ملك الناس كل.